ما حكم إزالة المرأة لشعر وجهها وخاصة منطقة الشارب وكذلك شعر يديها ورجليها بقصد التزين لزوجها؟ جزاكم الله خيرا. أما إزالة شعر البدن يديها ورجليها وغير ذلك فهذا لا مانع منه، وأما إزالة شعر الوجه فهذا فيه تفصيل، إن كان مشوها للوجه وتتأذى به فإنها تزيله، وإن كان شعرا عاديا ولم يشوه الوجه ولا فإنها تتركه، لأنه مختلف فيه هل يدخل في النمص أو لا يدخل، فتجنب الخلاف مع عدم الحاجة إلى إزالة شعر الوجه أحوط وأحسن. وأما شعر الحاجبين هذا معلوم أن إزالته من النمص أو هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، سواء أزالته كله ووضعت مكانه شيئا من الصبغ كما يفعل بعض النساء الجاهلات أو الفاسقات، أو أزالت بعض الحاجب أو شيئا من الحاجب، كل هذا محرم وملعونة من فعلته، وسواء أزالته بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو بمادة نزيلة، إزالة الحواجب بأي وسيلة أو إزالة شيء منها محرمة شديدة التحريم. نعم.